ناري 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 والو دار اخاو. السلام عليكم. دولة شنو؟ واخا عندي طلعوا الناس. طلعوا اليوم بيا ولا بيك؟ خليني على راسك شويه. مرحبا الاخ ديالي. شنو باش بغيتي نهضر لك عليه؟ هضر لي على راسك شويه. موعد مدينه طنجه. مالك اخي موعد؟ خاودي اش نقول لك؟ واقع لي واحد المشكل خفيف وظريف، فهمتيني؟ شنو هاد المشكل يا؟ هاد المشكل هذا خاودي ديالي بنا معكم في خاوه، بنا معكم في قناه ورينا لكم قناه كيفاش كنعملوا الخدمه ديالنا. ايوا المراه خاوه ديالي انا ما نقول لك قفلت علينا الباب اخي، ما بغيتش تخليني ندخل للدار قاطك حيت بانتي معنا في التيفي. علاش؟ واش انت بانتي بشي حاجه عيب؟ لا والو، حيت قطعت لافونيس وعاد بلوكاتني ما بغيتش تفتح لي الباب دابا. دابا شنو الحال دابا؟ خوتي انا كنطلب منا دي فرقوني منا غنطلق منا، باغي شي مراه اخرى اخي بالرجوله، شي وحده ما كتسمعش. واخا ما عاد فوقاش وانت مزوج بهادشي؟ 4 سنين اخا ولا 3 سنين؟ 4 سنين ديال العشاء. ولا 3 سنين. شحال في عمرك انت؟ انا في عمري 23 سنة. يعني تزوجت انت باقي صغير؟ تزوجنا باقي صغار. نعم. فوقاش شدات عليك الباب؟ البارح بالليل اخي. البارح وانت هنا؟ البارح وانا جالس هنايا. قلت لك والله لا زدتي نور ولا تسخرت لك. بقيت تما في هذاك الباب شاد عليك الباب، خليها خليها لله وصافي. حسيت بالحقرة معاد؟ اخي شنقول لك، كاينه حقرة لو ما نحسش بحقرة حتى انا راجل، فهمتيني؟ فهمتيني؟ ماشي هي اللي تحس بحقرة، اما انا راجل فيما مشيت انا عايش. ما علينا اخاو ديالي، كنقولوا هاد الهضرة هادي للجمهور ديالنا ولا للناس ديالنا، ما تيقش يدخل عندي التيك توك يشوف شنو كاين، عامل موقعين عن طاكي بلا ما نقول لك انا وياه الفيديوز ديالنا والعالم. المهم اخوتي بغيت نتفارق مع هاد خيتي هادي، صافي فارقوني ما كتحسبش مني، فهمتيني؟ واخا دابا شنو السبب؟ واش أول مرة كدابزو ولا كيفاش؟ عاد دابزنا ودابزنا فهمتي؟ شحال من مرة دابزنا؟ دابزنا 3 مرات وبعض المرات. ولكن هاد المرة هاد المرة هادي بلوكاتني وقطعت لافونيس، كنت نشري لافونيس عاد تفتح لي الباب، وأنا أخا على فونيس بلوكيني بيتاني في الزنقة. أنا نوريك اليوم نشوف بلا ما نقول لك. شوف ما عندك ولا سميتة ما عنديش. لا ما نقول لا سميتة لا والو، بالحق على فونيس بلوكاتني أخي. إيوا ما عندك ما تعمل. أنت قلتي بلوكاتك لأنك بنتي تشوف تيفي. وبنت تشوف تيفي. خمسين اخاو ديالي وبنا شوف تي في بلوكاتنا. دخل موقعين انتاكي اخاو ديالي في هذاك التيك توك وفي هذاك اليوتيوب تشوف المحتوى ديالي كصيد الطيور الحسون. اما علاش تبلوكيني؟ والله حيد البلوك ولا غتبلوكا وكلمني بينا، يعني طلاق طلاق طلاق. كيفاش قالوا لها اخاو ديالي طلاق؟ باغي تطلق معاه. طلق شو؟ ولكن دابا انت راجل، ما حسيتيش بالحقرة ان المرأة خرجت من دارك وتشد عليك الباب صافي؟ اش نحس بحقرة اخا؟ راجل اصاحبي فهمتيني؟ راجل يعني تحقر في الاخر. ولكن دارك؟ اه دارك هادي دارنا بجوج اخي فهمتيني؟ صافي دابا اش نقول لك؟ اسمح لها الدار اسمح لها فيا فهمتيني؟ اش نقول لك اخا ديالي؟ دابا ملي كنعرف شي بنت الناس واخا تكون خصني شي بنت الناس تكون سمكه ما كتهضرش، يعني زي زونه. واخا تكون لاباس عليها شي حاجه فهمتيني؟ تكون لاباس عليها. علاش زيزون؟ واخا تسمع لي سمعات ما تطولش عليا الهضره فهمتيني؟ يعني تكون هادي دابا فيها الهضره بزاف؟ فيها بلبله بزاف رد الهضره. انا خصني شي مرا تكون زيزون اخاو ديالي بلا ما نقول لك ترى فهمتيني؟ ما تخدم ما والو، انا خدم عليا، انا نصرف عليا وتسمع الهضره الوالده ديالي فهمتيني؟ الوالده هي كلشي. الوالده هي كلشي، راك تسمى هي اقمه واحد. حاشاكم كفر زين. الوالده هي كلشي. الوالده هي كلشي اخاو، الوالدين هما الوالا اخاو. واخا شنو الشروط اللي بغيتي تكون في هذه السيده؟ طبعا حتى تطلق ماشي دابا. صافي طلق نهار 3 نطلقوا ان شاء الله بحول الله. صافي. ولا ما بغاتش تطلقك ثاني؟ لا 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 انا صافي غنطلق، انا غنطلق. الا كتعرفوا شي وحده بغات تتزوج اخي مرحبا. بلا ما نقول لك بسم الله فوق انا نشط فوق الطاوله بلا ما نقول لك حماق مر تحت الارض. هذا ما كان اخو ديالي ما كيعرفش ما كان شي واحد كيعرف شي وحده تتزوج. مرحبا اخوتي الله على اخوكم صافي. شنو السبب؟ شنو السبب باش مرات تخرج راجلها من الدار وتشد عليه الباب؟ هادشي راه ماشي معقول. هادشي ماشي معقول. ماشي معقول. حيت بنت في هاد القناه هادي شوف تيفي. و
انت بنتي تشوف التيفي بنتي كتبين شوات انا بقيت نقول لك شفناك تشوف التيفي صافي على هذه هي ما قدرتش تستحمل وانت بنتي تشوف التيفي الحمد لله بنتي بكرامتك كتبين الخدمه ديالك ادخل عندي الموقعين انطاكي في اليوتيوب وتشوفوا كيفاش ملي كندير في المحتوى ديالي ودخل عندي لاشين في تيك توك موقني انطاكي وتشوف المحتوى ديالي شنو هي. راضي على الفيديو اللي درتي مع شفتي. راضي على الفيديو راضي على شو اي واحد يعاود الراس وانا كنهضر مباشره فهمتيني. شوف اللي بغانا مرحبا اللي ما بغاناش مرحبا. شوف الحمد لله انت ماشي تشواتي ولا شي حاجه انت بينتي خدمتك بعزك بشارتي مع الناس المعلومه يعني فينا هي الشوهه هنا حنا ما كنشوهوش. عارف شنو كاين دابا هي اللي مشوهاني بيتاني في الزنقه الدعوه بك لله. قبل ما جبت اسمك افتح الباب. خلي هذاك عليك ما عطاتش لا والو دي عندك انا نوري هذه من بعد هذه هذا انا عرفت ثلاث طلاق ولا ما نقول لك ما طلت عليك ما دوات معك لا والو واخ دابا عرفتني فيها دابا نمشي ندار والديا خاويني فيه دابا انت اللي غتخدم في دار والديك ماشي صافي دابا انايا جات مني طلب مني دابا الطلاق ان شاء الله بحول الله ماشي انا نطلب منك اولا جيت تطلب منك السماحه في دارك واخا طلب مني السماحه انا بغيت نتزوج شي مره اخرى صافي قشرة عطا أربعة هادي صافي مسحة واخا واخا موعد أنت عندك مع أربع سنين ديال الزواج قلت ثلاث سنين ثلاث سنين ثلاث سنين ما تبقاش فيك هاد ثلاث سنين اللي دوزتي لا والو لا والو المرة لا والو ما عندهاش بقى فيا خاو ديالي فهمتيني أنت موعد على سبة أنا مثلا جاتني على سبة أنا بلوك لي بلوكات مثلا مبقاتش فيها أنا بلوكات مبقاتش فيها بيتاني في الزنقة أنا كامل أنا مشمس هنايا في تبروري شكون كيعطيك تاكل معاك شكون عطيني ناكل جيبي يا اخي الحمد لله الانسان برزق والله يا اخي حشومه جيبي والله يا اخي ولكن كتبات في الزنقه علاش تبات في الزنقه؟ انا دار والدينا هادشي عند والديك والله يا اخي واخا عندي محل ديال الطيور تاني عاملو فهمتيني المحل ديالي انا فهمتيني المحل ديالي يعني واخا تجري عليك انت ما واقفش عليا لا ما واقفش عليا علاش تجري عليا انا ما واقف علاش تجري عليا الله يلعن والديا لا لا ما تسبش بها ما تسبش هاني الانسان كيغضب وكذلك ما تسبش فيه يا اخي واخا معاد شنو المطالب ديالك المطالب ديالي هاد العائله تفارق انا وياها وغندبروا شي مرا اخرى ان شاء الله بحول الله وبغينا الشوهه معاهم حنا نتشوفوا مع هاد دابا انا بغيت نتشوه معاهم نبغي نروح لعام طويل واخا دابا انت باغي مره جديده ان شاء الله مره جديده اخي طبعا حتى الطلاق وتزوج وشكون زيزونه علاش زيزونه شي خطره فيها الهضره بزاف تجيبني لك كالم اخو فهمتيني كتجيبني كالمي توا قال هذاك اشمان ولا ما عرفتش شنو هو هذاك كازا قال لك كالمي توا كالمي توا شو تكون كالمي توا وما كراس يكون عند لبا لا يما فهمتيني تكون سولو باين تدراسه تهلا فيها اخو نخدم عليا فهمتيني ما تخرج ما تدخل واكله شاربه فهمتيني اي حاجه حرت ليها فما نجيبوها لها ولكن كيفاش بغيتي لا طاي ديالها تكون وداكشي ما طويله ما قصيره اخي فا قال لك فا فورما بحال الزيتون اخي فهمتيني فريما بحال الزيتونه يعني طويله ما طويله ما قصيره اصاحبي قصره في كرموسه وهذيك خصها تكون عينه كرموسه شي عائله تكون كرموسه من ناحيه الفلوس فلوس كانت مدبره مرحبا كانت ما كانتش مدبره مرحبا انا عارف راسي راجل اخويا وخدم دراعي كنجيب الصالير المقود فهمتيني يعني الصالير اللي كنجيب انا راه ما يجيبوش بنادم فهمتيني اخويا ديالي هادشي اللي نقول دابا تقدر هي كيفما شافت فيديو في شوف تيفي تقدر تشوف حتى هذا شنو الرساله اللي تقدر توجه لها الرساله اللي نوجه لك راني مطلقك من دابا الفوق الله يجيب لنا شي بنت كازاويه ولا شي بنت تطوانيه ولا شي ما نضرش بطنجاويه انا بلا ما نقول لك حيت طنجاويه انا عارف ما شنو يسوي فهمتي رجوله حق ما عندي ما نقول المغرب كامل رجوله السي عارف اللي كاين اخاوه احنا بلاد شو قال لك بلاد المغرب فيهم مراه وراجل فهمتي تبارك الله عليه اللي تعود عليه تعاول اليوم واخا معاد بالنسبه للناس اللي دابا يقدروا ينتقدوك شنو تقدر تقول شو 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 اشني كاينه انا اللي مدخل عندي لاشين ديالي ولا بغى شي واحد يصيفط لي شي ميساج شي مره بغى تجوج مرحبا موقلين انطاك عقلوا عليا مبينه لكم اخاوا لا لا بلاش بلاش صافي موقلين انطاك عيب السميه وصافي موقلين انطاك صائب القناه ديالي في بلول كتقدم فيها ياه كنقدم فيها الطيور انا بنت معكم كنقدم طالق على سيدي هاد المراه هادي يا اخي عاد شنو كتشوف والله يفرج عليك اخي امين اخي ما هضرتيش معاها مره ما تواصلتيش معاها بلوكاتني صوني عليها تسمع ما كتجاوبش كتقول لي جيب لي فونس ديالي هادشي قبل البلوك ماشي دابا غادي تجيب لي فونس ديالي ولكن دابا قطعتي التواصل معاها صافي ولي سيليباتي دابا واخا متزوج طالع الا قدرت دابا مثلا تشوف هاد اللايف هذا تفتح الباب تقول لك دخول معاد للدار واش عاد تدخل والله لا دخلت
علاش يا مولاي؟ عرفتي بنفسي. علاش؟ بنفسي. حنا رجال راه. ولكن انت خصك تحس بها سبحان الله، كانت غضبانه كانت. لا يا حي تقول لي كانت غضبانه، غضبانه عليا لا شفتي في وانا غضبانه، تبقى انا يا حسره تنشرنا وتكون غضبانه، صافي طالق اخي فهمتيني راك تسمى طالق. حاول تراجع راسك شويه. كيفاش ارجع راسي اخويا؟ لا يعني حاول تراجع راسك شويه انت تكالما لان اقسم بالله تنطلق. قسم الله تنطلق. غدا انا شنو اليوم؟ شنو اليوم؟ ثلاثة. ونهار اثنين ان شاء الله نتلاقى انا وياه عند الوكيل ولا القاضي تما نتلاقى نطلقوا ان شاء الله. ندفع الطلاق ديالي صافي. المهم ريس. معاد كاع كنت على سبقه. انا على سبقه شفتني سنه على الكنه ديالي نقول لك هذا. يعني حتى انت السيده هذه ما. باي باي سلام. واخا شنو تقدر تقول لها في هذا الفيديو؟ شنقول لها في هذا الفيديو؟ كما تدين تدان. صافي تنين كما تدين تدان. دابا يبيت لك اخو الله اللي نطلق انا وياك يبيت لك اخو راك في الزنقه تهضر تباع بروده المسعوده. دابا فهمتيني مرباج اخو عليك كنهضر معك تفتاف فهمتيني راك تسمى. واخا ما عاد الرساله الاخيره اللي توجهها المغرب طبعا طبعا بزاف. الرساله الاخيره اللي نوجهها اخي المغاربه دوزوا عندي اخي لاشين ديالي فوقني انطاكي ونفهمكم بزاف باقي عامل شي فيديو سنبقى نفهمكم وباقي تشوفوا فيديو ديالنا انا وياها فهمتيني. دابا الناس لا يشوفوك بحال حماق ولا ما حماق لا يقولوا هذا عيكي خربق ولا شنو تقدر تقول لي؟ اقول له يضرب واحد جوان تريتيك فهمتيني عليه حماق اخاودي كنهضر معاك اوريجين انا فهمتيني؟ ما كاين لا جوان لا والو ما كاين لا جوان لا والو بلي بوالو الحمد لله اخاو بلي غير السياده اخاو هي المهنه اللي بانتي فيها فينا فهمتيني تبارك الله عليك معاد والله يفرج عليك امين الله يطلقني قول امين واخا البنات يشوفوا هذا الفيديو هذا ومقبلين على الزواج شنو تقدر تقول؟ ما الله تنتزوج بهم بالله واخا يكون صار باه شرع طار باه قال لك امسين الله يفرج عليك امين الخال راني مفرج عليا قول الله يطلقني ولكن انت دابا بروده وبالجوع بروده اش من الجوع الخال راه مبطط اللي كيبيع عليه نص خمسه دراهم راه ما ضربش عندك هذه طنجه خاوة الله يدوي فيها الخال امين الله يجازيك يا خالد.